اهلا وسهلا بكم مره تانية ومع الكفارات والانتاجين. طبعا احنا بنتكلم عن الكفارات، بنتكلم عن ثلاث اخوات ملوك الكفارات. مش هقدر ان انا اعرف الكفارات او ملوك الكفارات، هم بيعرفوا نفسهم، هم فعلا ثلاث اميرات وثلاث ملوك. صباح الخير يا استاذه اسماء. صباح الخير يا حبيبتي، صباح الخير يا استاذه امينه. صباح النور يا ازيك يا استاذه ايه. طبعا ثلاث اخوات ملوك الكفارات في منتهى الجمال. الفكره جت ازاي او الاسم ده اخترتوه ازاي؟ طبعا الموضوع احنا طبعا عدى مع بعض وفكرنا في كذا اسم، كان بيجي اسامي، لا نختار اسم تاني. هي ايه اللي قررت على الاسم ده واحنا وافقنا عليه؟ ايش معنى الاسم ده يعني؟ لان اصلا من زمان وانا بحب قوي اسم ملوك الكفارات. لا وانتم ما شاء الله عليكم بجد ملوك، ربنا يخليك. الجمال استاذه اسماء، عايزين نعرف من حضرتك شغلك. احنا شغلنا في كفرات الانتريه، كراسي السفرة، الركنه، كل حاجة خاصة بالمفروشات في البيت. تمام. شغلنا برضو أنتري سواء قطيفة أو لكرة، احنا شغلنا الأساسي في تصنيعنا قطيفة ولكرة. جميل. أستاذة أميرة، ايه المجال يعني، ايه اللي حببك في المجال عشان تشتغلي فيه ولا عشان اخواتك بقى؟ لا احنا لما جربنا مع بعض. في الأول كان الموضوع جديد علينا، بدأ واحدة واحدة يعني، لما جينا حتى نشتغل في حاجات تانية ما حبيناهاش، خلاص ده تعود بتاعنا، ده الشغل بتاعنا المعتاد اللي احنا اتخدنا عليه. واحده واحده لان الموضوع يعني في خامات اشتغلنا فيها الاول، اول ما اكتشفنا يعني احنا اساسنا اصلا ادوات منزليه. تمام. بقالنا مثلا اكتر من 7 سنين 8 سنين حاجه زي كده اشتغلنا مع بعض، كان ادوات منزليه، بعد كده بدات تظهر موضوع الكفرات. فضلنا بقى ندور على خامات، على مصانع، على لحد ما وصلنا الحمد لله الى حد ما احسن لحد دلوقتي، الحمد لله. الحمد لله. احسن خامه في السوق. وصلتوا للخامه يعني الجوده الممتازه. الحمد لله. طيب انتوا برضو استاذه ايه، ازاي اضمن للعميل المنتج اللي هو يختاره يعني يروح له زي ما هو؟ بصي، اولا احنا شغلنا كل الصور اللي بنعرضها على العميل فهي صور من بيوت العملاء بتوعنا، يعني مش بنعرض صور كمبيوتر او الوان. طب انا مختلفة. ازاي بعرف ان الانتري ده الكفر ده هيجي عليه او مش هيجي عليه؟ نظرتك. ولا انا طبعا احنا بنحدد اول حاجه بنقولها، بعد احنا بنحدد، احنا بنشوف الاول الانتري وبعد كده بنحدد بقى ده هيحتاج مقاسات. المقاسات إيه؟ اكيد طبعا. اول حاجه بتاخد المقاسات، مقاسات الصور، يعني من الصور بنعرف الانتري ده محتاج ايه. طب انا مثلا انت عندك الكفر ده هو المتاح المقاس بتاعه، مفيش شكل تاني، هي عايز شكل تاني؟ لا طبعا. احنا عندنا الخامات بنفصل منها. بتفصلوا؟ طبعا. يعني حضرتك مش مجرد بتشتروا وبيعوا، لا بتفصلوا؟ لا لا. اكيد طبعا. ده شغلنا تصنيعنا. وعدد معين. وفي عدد معين، في مثلا اطقم بتبقى كنبتين واربع كراسي، في ركنه مثلا يعني مره واحده كلمتني الركنه بتاعتها 9 متر واخده مكان كبير قوي، فانا بقول لها صورها لي، بيبقى مش عندهم ثقه ان انا ازاي من الصوره انت هتعرفي انا عايزه ايه. بعرف 1 2 3 هي كام قطعه، بعرف هي كده محتاجه ايه وبالظبط ببعتهم لها. والحمد لله اي حد بيعوز حاجه بنبعت صور على الطبيعه، يعني حتى لو حد قال لنا مثلا انا عايزه الشكل ده فصوره كمبيوتر، فانا بضطر ابعتها لها على الطبيعه عشان يبقى اتفقنا هو ده اللي احنا اتفقنا عليه. استاذه اسماء، في حد بيروح للعميل ويقيس الكلام ده كله؟ لا، هو القياس كله من الصور. يعني بتاخدوه بالصورة؟ يعني انا واحده من الناس خبره 12 سنه دلوقتي ما شاء الله عليك. فخلاص من بدايه من اول تسويق لحد النهارده احنا بنسوق شغلنا، فمجرد ما بنشوف بس الصوره بتاعه الموديل، حتى ممكن ما اطلبش منك المقاس حضرتك، بس الايه بعتي لي صوره الموديل، لما مجرد ما بشوفه بعرف احط الاطوال بتاعته خلاص على كده. هو كده انتوا بجد ما شاء الله. وعاملين كمان فيديوهات للعميل ان هو لما يستلم مننا الكفر بيعرف يلبس بطريقه سهله جدا، بدل ما ياخده لسه هيحتار هو يلبس ازاي. احنا عملنا فيديو خاص بينا بس الاوردر بيوصل اكيد في حد ممكن يساعد العميل ان هو يلبس. لا، هو ممكن المندوب ينتظر العميل لما يلبس، هو ده انا في ديل بينه وبين المندوب انك انتظر لحد ما انا ببقى معاها بقى على الواتساب وعلى التليفون، بنظبط كل حاجه مع بعض لحد لما الدنيا تمام خلاص بتلبس وبتبقى مرضيه جدا، وبعد كده خلاص بقول المندوب خد فلوسك وتوكل على الله. مش جميل؟ ممتاز. طب استاذه ايه، ما جاتلكيش شكوى الالوان بهتت، الكفر ما جاش مناسب؟ بصي، كان بيحصل زمان اول ما بدانا فعلا لحد ما احنا وصلنا. طبعا ده طبيعي، كنا بنسوق للغير، ده طبيعي مش شغلنا. وطبعا ما كناش بنقدر ان احنا يعني كنا بنحل المشكله طبعا مع العميل، وبنوصل للعميل يكون راضي عن الحاجه، فده اللي خلانا نوصل ان احنا نصنع شغلنا، نبقى واثقين من الخامه، واثقين من الالوان، واثقين من المقاسات، عشان ما يجيش بعد كده العميل يشتكي. طب انت واثقه من الجوده بتاعتك؟ تمام بالظبط. يعني ما حصلهاش اي حاجه؟ لا خالص. طبعا احنا كلنا عندنا اطفال، سواء اخواتنا او اولادنا. طبعا عندهم بقى يعني العاده اللي هي ايه، بيدلقوا الحاجه
على الانتري. فدي مشكله بتبقى كبيره جدا. تمام. ده بيحمي الانتري؟ ده بيحمي الانتري لو انت مثلا يعني اللي هو مش هيوصل ينزل مره واحده، لو انت عملتي مثلا كده تلحقي نفسك وتروحي شايله على طول. اه طبعا في حاجات بقى ووتر بروف اللي هي اصلا اكيد الخامات بتاعت حضراتكم بتكون مميزه. اه طبعا اكيد. وفي يعني الفتره دي في كتير جدا من التقليدات، فازاي اعرف منتج حضرتك الاصلي من التقليد؟ لما الحاجه بتوصلك لحد البيت انت بصي اصلي اللي جرب يسال على كفر انتري ده اكيد ما دخلش كده مره واحده قال انا عايز كفر، اكيد شاف هنا وشاف هنا واكيد اتعامل معاكي مره قبل كده فتعامل معاكي تاني. تمام. ما هو بمعنى صح بيقول لك زبون بيجيب زبون. ايوه صح. اه يعني في ناس كمان بتكلمنا في حاجات مش مجالنا، يعني انا عايزك يجيب لي كذا، طب انا مش بشتغل فيها. ناس بيكلموا اي عايزين منها حاجات معينه، من كتر ما في ثقه انا مش واثقه ان انا لو جبتها من بره هتبقى جودتها حلوه، فانا عشان خدت على شغلي خلاص عايزه يعني عايزه نفس الماتيريال اللي احنا بنشتغل بيها نفس الحاجه. انا ما بجيب الحاجه كاني جايبها ببيتي بالظبط. لو انا هقبل ان انا ادخل حاجه بيتي مش حلوه هقبل ان انا اشتغل فيها. تمام. استاذه اسماء معلش تكرمي بس وري الساده المشاهدين شغل حضرتك. طبعا ان ما شاء الله شغلكم يعني منتهى الجمال. دي اولا كده الخامات ده التقفيل بتاعنا، يعني لو كنبه بتيجي بالشكل ده وبيبقى فيها قاسي بالشكل ده بحيث ان هو التقفيل بيبقى ايه كل حاجه ليها مقاسها والمقاس. طب وجهه نظركم يعني المقاس بيختلف اكيد؟ طبعا كل حاجه بتختلف في السعر وفي المقاس. طبعا. طب نفس الخامات اللي بتشتغلوا بيها في الاسعار ولا بتختلف برضو الاسعار في خامات؟ لا الخامه واحده، لان احنا بنشتغل بالليكرا لو سمحتي اعملها كده، بنشتغل في الليكرا الزبده الثقيله. يعني بص الخامه دي عامله ازاي، مش في زون مش في زون خفيفه، لا هي خامه ليكرا ثقيله. لسه مشاهدين فاي كده احنا لا حاجه ما شاء الله عليكم. تمام. هو التلبيس بتاعه بيبدا من هنا، بيختلف بقى من موديل لموديل في العرض بتاع الكفر. احنا بقى اللي بنعرف نحط العرض ده، يعني ده مثلا كفر كنبه. كنبه ولا كرسي؟ لا ده كنبه صغيره. ده كنبه صغيره. كنبه صغيره. التلبيس بيبدا من هنا. التقفيل بتاعنا برضو بيبقى تقفيل خاص، ما حدش بيعمل التقفيل ده. بالتقفيل بتاعنا بيبقى تقفيل معدي على 3 مراحل تقفيل تقريبا، بحيث ان هو برضو لو زي ما حضرتك قلتي مكان فيه اطفال حركه كتير غسيل كتير. كل الناس عندها اطفال. شغل لا ينسل ولا يبهت، وفي نفس الوقت التقفيل ده ما ينسلش معاك وما تتقفلش معاك. يعني ما بيحصلوش حاجه. لا الحمد لله. لا مرور الزمن بيفضل نفس الشكل. لا لا ولا اي حاجه. مفيش لون بيخش على لون، مفيش اي حاجه. لا خالص. ولا بينسل ولا بيبهت ولا. طب وروا برضو للساده المشاهدين منتجاتكم الجميله والممتازه دي. ما شاء الله عليكم. ده بالنسبه للخامه القطيفه دي برضو. اكيد طبعا. استاذه ايه بصي يعني انت اللي اخترتي الاسم، فعاوزه اعرف من حضرتك ايه اكتر مشكله واجهتك؟ بصي هو حاليا الحمد لله اللي احنا وصلنا له اللي احنا الحمد لله ما بنواجهش اي مشاكل. الاول كان ممكن نواجه مشكله. بصي الاستك ده بصي يعني ده اللي وصلنا له ان احنا نجيب الماتيريال الكويسه. ممكن الاول كان الاستك يفك الحاجه الكويسه عشان العميل بعد كده يثق فيك وياخد تاني. ده اللي احنا وصلنا له. احنا ممكن الاول كان مشكلتنا الخامه، مشكلتنا التقفيل، لكن دلوقتي الحمد لله ما بقيناش نواجه اي مشاكل. يعني بيميز حضراتكم عن اكيد شركات الكفرات كتير جدا. اكيد طبعا. فايه التمييز في شغل حضراتكم او في شركه حضراتكم؟ المصداقيه والمعامله بالظبط، وان انت بتدي رايك للي قدامك. حتى يعني ممكن مثلا تلاقي واحده بتختار لون مش مناسبها خالص، مش هيناسبها، فاحنا بنديها راينا. يعني انتوا برضو بتشاركوا العميل الراي. مش مجرد هجي لك منتج وخلاص على كده. الستاير شكلها ايه، السجاد، بنشوف اللي هيناسب الالوان، بنساعد طبعا العملاء. طبعا احنا ممكن في عملاء بتصور لنا المكان فيديو واحنا نختار معاها. نختار معاها اللي هيناسب الديكور. في كمان حفاظات سجاد، في ستاير، حاجات كتير. طب اعرضوا شغلكم، انا عاوزاكم تعرضوا شغلكم كده. عندنا الستاير ديت. اقعدي بس عشان المايك. اوكي ماشي. دي ستاير برضو جاهزه على التركيب. بما انك قلت الستاير، الستاير اكتر شيء معرض للشمس. طبعا اكيد اللون بيختلف، يعني اللون بياخد وقت وبيبهت. لا دي ستاير داخليه غير بتاعه اللي هي البلكونات والحاجات دي. انا دي عايزه ريسبشن، عايزه بتاعه البلكونات برضو موجوده. لا خامتها ما شاء الله ممتازه، يعني ما بتجرهاش اي حاجه مع مرور الزمن ولا اي حاجه. واثقين من نفسكم؟ طبعا جربنا كل حاجه في نفسنا، كل حاجه دخلناها بيتنا احنا الاول. والله فعلا ما يعني ما فيش حاجه كده، يعني انت بتجربي في نفسك ان الحاجه دي برضو هتروح لناس. طبعا هتجيب لك ناس بعد كده. يعني بصي في ستاير انا 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 فاتحه محل، فالناس لما بيجوا عندي بيسالوا دي بكام؟ طيب شوفي الخامه الاول قبل السعر، فبتيجي بتشوفها لا في فرق. اكيد في فرق، يعني اكيد شافت بره. فبقول مثلا ديت خامه زي البلاك اوت بالظبط، لا هتدخل تراب ولا هتدخل نور ولا اي حاجه، وجاهزه على الترتيب، ولا هجيب قماش ولا هتروح لحد تقول لي خيط لي فصل لي، جاهزه.
طبعا ده مقاسها متر ونص، ففي ناس مثلا اي لون يختاروا العميل كل الالوان موجوده، كل الالوان موجوده. في عميل بقى بيختار تصميم مميز، اه طبعا يقول لك انا عاوز تصميم ما حصلش او بمعنى اصح ما عملتوش قبل كده. اه يعني في زباين شويه بيبقى ليهم دماغ، بيفكروا في الموضوع كتير قوي ويسالوا مره واثنين وعشرة ويختاروا الوان كتيره، في الاخر قرروا على لون، فاحنا بنبقى معاهم برضه. نعم. اه مش يعني مش من يعني احنا الحمد لله قوي جدا احنا ممكن عميل يقعد معانا اسبوع اختيار يعني مش عارفه ايه ده ما شاء الله عليك. استاذه ايه يعني انت بتردي على عملاء؟ اه طبعا بيجيلك وقت ان انت تردي على عملاء؟ انت عندك بيبي؟ انا اوقات ببقى نايمه وحد يتصل اصحى ارد واكمل نوم تاني. كملي تاني. بتحصل. ايوه بتكوني فايقه بقى تردي على كل. اه لازم لازم لازم، احنا شغلنا عايز تركيز، عايز المقاسات دي طبعا ما ينفعش ان انا اتلخبط بين مقاس ومقاس، اتلخبط بين لون ولون. في ناس بتحتاج زي برضو. مثلا ده مثلا في ناس بتحب الماكس اللي هو حضرتك موجود على الشاشه عندنا ما شاء الله عليه. الماكس مثلا ناس بتبقى عايزه لون مشجر زي كده مع حاجه قطيفه ساده، فطبعا ده لازم لازم نكون مركزين جدا فيه. اكيد طبعا اهم حاجه يعني ثقه العميل. اكيد طبعا طبعا. طب عاوز اعرف برضو التواصل بيكون من جميع المحافظات؟ اه الحمد لله كل المحافظات بنشتغل معاه. احنا معانا اتصال، ماشي ناخد اتصال ونرجع مره ثانيه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. ام حمدي صح؟ ايوه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الله يخليك. عاوزين نعرف راي حضرتك في ثلاث ملوك للكفرات، شغلهم ايه؟ والله حاجه بصراحه جميله جدا جدا، وشغل حاجات نظيفه وخامه نظيفه واذواق جميله جدا والله. اكيد جربتيها طبعا. جربتها واجي انا وبنتي ومرتبني وكل وصاحبتي ما شاء الله، وكل محل الاقي حد اقول له ما شاء الله. دي طنط والله العظيم، حاجه نظيفه وحاجه بصراحه وش السعاده عليا حبيبه قلبي، واذواق جميله وحاجات نظيفه بصراحه. حبيبتي يا حبيبتي، احنا شفنا كتير بس اول مره نتعامل مع المدام اميره، بس حاجتها والله العظيم وحياه صيامي يعني ما فيش بعد كده. حبيبتي ربنا يخليك. نشكر حضرتك يا فندم. حاجات يعني وذوقها حلو وتشوفي كل ما يخطر على بالك عندها. طبعا بنشكر حضرتك على الراي الجميل ده وشرفتينا يا فندم في برنامج اسرار الحياه. ربنا يخليك يا حبيبتي ربنا يخليك. نرجع تاني استاذه اسماء. اتفضل. التواصل بيكون جميع المحافظات؟ اه الحمد لله بنشكر المحافظات يعني كل المحافظات. اه الحمد لله. طب انا عندي دلوقتي القاهره غير الجيزه غير دمياط، فالتواصل بيختلف. طبعا اكيد. طيب القاهره مثلا لو عندي في اوردر في القاهره يوصل في خلال قد ايه؟ تاني يوم على طول، تالت يوم الاتفاق. يعني الكفر بياخد في تصنيع ليله، انا بقول للعملاء كده على طول، الكفر بياخد في تصنيع ليله وتاني يوم على طول بنشحن. يعني عشان تعملي كفر زي ده ياخد معاكي يوم واحد؟ اه ليله واحده في التصنيع، يوم واحد في التصنيع بعد الاتفاق، بنتفق وبنخلص الاوردر خالص وببعت للمصنع خلاص تمام بنتوكل على الله وبنصنعه، وتاني يوم على طول بشحن لها ده في القاهره. بالنسبه للمحافظات بياخد بالظبط اربع ايام. طب خليني بقى اسالكم سؤال، انتوا الثلاثه الموضوع جالكم كهوايه ولا دراسه؟ هوايه. انتوا ثلاثة هويتوا الموضوع. اه فعلا. طب كان ايه بقى يعني اللي شدك الموضوع ده او الشغل الكفرات؟ احنا ابتدينا يعني انا في اول ما انا واسماء واميره ابتدينا في شغل الكفرات ما كانش في حد بيشتغل كفرات خالص، احنا اول ناس اشتغلت الكفرات. طب يا ايه ليش يعني الناس كانوا بيستغربوا الحاجه اللي في ايدينا دي ايه؟ اه يعني كنا بنعمل اوبن في اماكن ان ما كانش فيه الموضوع ده، كان كله بيفصل بمعنى ايوه الكسوه بتاعت زمان اللي هي اليد والظهر ويجي ويفصل بقى وياخد المقاسات وياخد الموال لحد ما يعملها شغل المنجدين، لكن احنا اول ناس بدات في الكفرات ما شاء الله عليكم. احنا معانا صور حضراتكم ما شاء الله يعني شغل ممتاز. ومعانا تعليقات الناس، ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. لا بجد الريفيوهات دي طبعا مهمه بالنسبه لنا جدا، لان احنا شهادتنا في نفسنا لو عميل اول مره نتعامل معاه واثقين من نفسكم جامد. لكن اللي يعني اكتر حاجه تطمن لو حد جديد داخل مثلا البيج بتاعتنا او الجروب الريفيوهات، الناس ما لهمش اي مصلحه لو حاجتي مش حلوه مش هيضطروا ان هم يصوروا حاجتنا. احنا كل عميل يستلم مننا نطلب منه بعد اذنه طبعا ان هو بيبعت لنا صوره بعد التلبيس، انا بفضل متابعه معاه لحد ما بيتلبس الكفر وبطلب صوره بعد التلبيس، لان احنا متفقين ان احنا ما ننزلش صور كمبيوتر او صور خارج شغلنا، بننزل للعملاء. انت بتختاري صوره من شغلي. تمام. طب يا استاذه ايه كلمينا عن الكفرات اللي عندك دي، ممتازه شكلها جميل جدا. ارديها للساده المشاهدين. دي كفرات كراسي سفره. بس ده يعني بياخد وقت ومجهود منكم اكيد وتعب طبعا. بس بجد عاوز صبر. طبعا دي الخامه القطيفه ودي الخامه الليكرا، برده خامه كويسه جدا وبتلبس اي مقاس.
كبيره اي مقاس بتلبس اي مقاس كرسي ما عدا الكراسي اللي هي بتكون بيد بس برضو اللون الاصفر هو من الالوان اللي بتتاثر جدا باقل حاجه بتشيليه بتغسليه ترجعيه تاني خلاص عادي طب اقطعكم مره تانية معانا استاذه شيماء الو ايوه صباح النور يا فندم اهلا وسهلا بيكي اهلا بحضرتك راي حضرتك في الثلاث ملوك للكفرات ما شاء الله عليهم تاني كده راي حضرتك بس في شغلهم لا ما شاء الله الله اكبر عليهم يعني ممتازين ممتازين فعلا حبيبتي يا مدام شيماء تسلمي لي بجد والله لا والله العظيم يعني بصراحه شغلهم جميل جدا جدا وانا اول مره اتعامل مع جروب كده يعني صراحه الخامه ممتازه ده غير الذوق والطريقه والتعامل طبعا يعني اكيد اهم حاجه الخامه واهم حاجه التعامل اكيد طبعا اكيد شرفنا بيك يا فندم متشكرين جدا على راي حضرتك ايوه العفو شكرا جدا لذوقك شرفتينا يا فندم شرفتينا نرجع تاني للثقه اللي عندكم ما شاء الله عليكم شغلكم جميل مش من فراغ يعني لا مش من فراغ لا من انتصارات ما شاء الله عليكم الحمد لله كنت بتكلميني عن اللون الاصفر هو اكتر حاجه اللون بيتاثر ايوه فعلا طب انا عندي عصير دلق عليه اعمل ايه؟ بيتغسل بس بيرجع زي ما كان طبعا بس يعني هي الالوان ما بتتغيرش لا 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 خالص لا كرول ولا اي حاجه لا بتفضل زي ما هي طبعا طبعا ما الخبره طبعاً. يا ايه والوقت الخبره انا عليها عاوزه كرول اجرب زي قلت لك اكيد عدينا بدروبات وكان بي بي يعني بتقع تحت ايدينا حاجات يعني مش كلنا بنقدر نتكلم عليها بثقه زي كده اكيد فنلاقيها مثلا يعني مثلا جبناها ببيتنا عند ماما وبتاع لا خلاص دي يعني انتوا بتجربوا المنتج قبل ما تبيعوه طبعا طبعا بتجربوه على نفسكم الاول طبعا ودلوقتي على فكره انا من غير ما امسك الحاجه بعرف خامتها خلاص بقى بالك خبره كام سنه فبالتالي خلاص في 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 عميله مثلا تكلمني بتقولي انا عندي طقم مش هينفع معاه الكفر اللي هو الكامل او مثلا البياضات اللي هي عددها معين مثلا زي طقم زي كده دوت مثلا كنبتين وكرسيين وست مناديل ومش عارفه ايه عايز طقم ايه عاوز طقم كامل عايز طقم كامل وعاوز شغل برده وعاوز تركيز بقول لها مثلا في حاجه زي كده في ناس عندهم اللي هم الكنب البلدي في ناس عندهم الكنب اللي هو اللي بيتفتح سدير كله قد بعضه الكنب كله قد بعضه فبنعمل حاجه المقاس ده ما انا اصح كل فرش البيت متاح عند اي حاجه احنا اي حاجه ما بنحتاجش حد لا اي حاجه ما تروحش بعيد ان شاء الله لا لا ان شاء الله دي مشايات عربي يعني واخده من اللي هو الفولكلور دي لو في كنبه في حاجات زي كده تفرش عليها كنب بلدي كنب اللي هو بيتفتح اللي هو السرير دوت بيبقى كذا كنبه جنب بعض ممكن مثلا برضه خليني اسال في موضوع الالوان ما بتدخلش ببعضيها خالص لا 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 خالص 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 انا مش عارفه عاوزه اجرب بس مش عارفه اجرب والله هنجرب ان شاء الله الشغل ما شاء الله يعني باين ان هو ممتاز بس ربنا يخليكي ايوه طب ازاي برضو العميل يعني الحاجه اللي يطلبها توصله زي ما هو ازاي اديله الثقه دي قولي لها يا اسماء هو بس حته ان احنا بنقول لها المندوب واقف معاك لحد ما تشوف شغلك تعديه يعني مش مجرد المندوب بيديني حاجه وبيمشي لا انت بتقف لحد ما تقيس حاجتك طبعا جبنا كلهم من اول طبعا ولهم كل جزيل الشكر كلهم طبعا استاذ مالك اول حد اشتغل معايا في شغل الشحن واستاذ حسين وحاليا استاذ كريم استاذ اسلام ما شاء الله كلهم معانا قسم من المناديب الشحن ما شاء الله طبعا باشمهندس امين واستاذ عصام واستاذ الناس دي استحملت معانا كتير وعانت معانا كتير ايوه حضرتك بيشتغل معاهم ما شاء الله لا مش بيشتغلوا معانا هم مستحملين الضغط اللي احنا فيه اكيد يعني طبعا عصبيه وقت الموسم ده أيوة عاوز بال طويل عاوز فراغ بمعنى هم يعني كل شكر ليهم ان هم مستحملين مستحملين بصراحه معانا واقفين جنبنا كتير يعني لا منهم من يعني هنا تحيه صراحه ايوه انا حبيت احييهم واحيي المناديب بتوعنا برضو اللي هم شغالين معانا ما شاء الله عليهم اي حاجه توجهيهم ليها تمام طبعا مندوب هو واجهه لينا طبعا الشركه صح ممكن في عمل النهارده اول مره يشوفونا اكيد في عملاء ممكن بيتعاملوا معانا من 12 سنه ومن امير 10 سنين ومن اي نفس الوضع بس اتعاملوا مع المندوب ما يشوفوناش ما يعرفوش شكلنا ايه خدوا الثقه وخدوا أيوة طبعا هو الواجهه لينا اكيد طبعا بتدربوا المندوب على ان هو ازاي يعرف يتكلم ازاي يعرف يعرض المنتج بتاعه اكيد اكيد طبعا هم اصلا ناس ما شاء الله عليهم شخصيات محترمه جدا وناس ذوق جدا بس الاوردرات اللي بياخدوهم مننا ان انت تقف تنتظر العميل لحد لما يعد يعني العميل بيجي بيكون متخصص في الحاجه دي فاهم الحاجه دي هيعرضها ازاي المندوب لا المندوب ملوش فيها علاقه ما يعرفش الموضوع هي موضوع لا بس انا لازم اعرف الكفر ده خامته ايه عشان اشرح للشخص نفسه عشان اركب له مثلا انتري مش عارف لا كلامها معايا انا ممكن الكلام بيني وبينه يختلف معايا تمام بيختلف ممكن طبعًا. الكلام بيني وبين المندوب انا اقول كلام والمندوب يقول كلام تاني ما يفهمش الموضوع صح يعني انا حاولت فتره اعلم مندوب يلبس ازاي ونوديه يلبس
فلقيت لا طبعا هو راجل مش هيعرف يلبس الكفر زي الست برضو. فعملت انا بنفس فيديو ايه صورتني وبقينا نبعته. ده سهل علينا جدا طبعا, سهل علينا كتير قوي قوي. بتعملي الحاجه قبل ما الناس تعرف. اه ببعت لك الاول فيديو تلبس الكفر يعني. فالموضوع بيبقى سهل قوي كده. هو بس بيقف ينتظر لحد ما العميل يستلم, لان ممكن تطلع اعداد زي ما اميره قالت لك, كنبه واربع كراسي وسته سفره ومش عارفه طقم بيضات, مش ممكن اوردر واحد يبقى بعدد كبير. فلا عدي شغلك كله وتاكدي على الالوان اللي انت عايزاها وشوفي الخامه والماتيريال بتاعه الشغل. ما عجبكيش المندوب واقف, بس بتدفع طبعا مصاريف الشحن. اه هو عمر ما حد يعني حد يجي له حاجه لحد بيته حلوه وهيقول لا طبعا اكيد لا. أكيد يعني لا. دي الحمد لله عمرها ما حصلت طبعا. ولو لا قدر الله حصلت وفي مثلا اوردر بعد ما استلمتيه مش عاجبك, لو لا قدر الله حصل ده, وده بيحصل لو عايز اقول لك واحد في المليون مثلا لما بيحصل, ويكون خلاص المندوب مشي وانت استلمتي والمندوب مشي, سهل جدا ان انا ارجعه لك تاني وعلى حسابي بقى ساعتها, عشان خاطر بس ان انا ارضيكي وما يعني ما اخسرش العملاء دي. هو شغلكم بيتكلم عن نفسه الحمد لله. ما شاء الله عليكم والله. يعني احنا زبايننا كلهم اخواتنا. اه طبعا اخواتنا طبعاً. فعلا والله يا ماشي. استاذه ايه, خليني بس عاوزاكي تعرفي ثلاث كفرات للملوك بكلمه واحده في نهايه حلقتنا. المصداقيه. المصداقيه بالظبط. انا بشكر طبعا حضراتكم وشرفتونا, ونفسي يكون في وقت اكتر من كده نتكلم مع حضراتكم. يا رب من نجاح لنجاح, وشغلكم بجد يستحق يعني شكر والتقدير لكم. شرفتيني استاذه ايه. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا, وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم اسرار حياه وكل جديد.